السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطويجن بعقلو. ها نتوما غادي ندير زويته، راني درتو كيسخن. غادي نرمي كذلك هنايا واحد الحبه ديال البصيله هنا، غير بصيله وحده. هذه بالنسبه غادي نصوبو بهذيك الحشوه اللي كانت شاطت ليا من الكروكيت اللي تبقات لي. ها هي اللي قلت لكم غادي نصوب لكم بها طويجن، وغادي نحط لكم في اول تعليق الكروكيت بعد ما وجدته، واللي كان بقى لي منه هو هذاك. ها نتوما غادي تشوفوني دابا غادي ندير لكم طويجن، باش الا شاطت لكم ما تحصلوش وتقولوا هيا بقات لنا. انا درت لكم الحل انها ماشي تحصلوا، تقدروا ديروا الكروكيت وتخبعوهم في المجمد، ولكن قلت نستغلهم نديرهم حتى هما طويجن. لا حتى هما كيجيو زوينين. دابا ها نتوما البصيله عندي، ها نتوما كتشحر بزويته بلديه، والكروكيت هما انا كنديرهم كويرات بحال الكفته، طاجين ديال الكفته. وهادي دابا وكيجي هادي يجي زوين، وغادي تشكروني عليه حتى هو، كيجي رائع باش كنعطيكم افكار. وشكرا البنات على التعاليق اللي جاوني من ديك الفيديو اللي حطيت على ضد يعني ضد في العديان، وضد في اللي تابعينك ما نعرف شنو باغين منك. الله يهدي ما خلق وصافي. شكرا على التعاليق الجميله اللي كتحيي الروح وكتخليني كنزيد نبغيكم بزاف، وكتحترموني وانا كنحترمكم كذلك. ماشي عيب نخلي القناه راه خدامه بوحدها، ولكن كاصدقاء ديالي كنبغي نتعاون معكم في حويجات زوينين اللي كيكونوا. شما تقول حتى شي وحده انني وكان ما كنتش كيدخل لك ولا هذا. انا شوفوا عندي 1500 فيديو راه خدامه القناه على راسها، واخا ما نحطش، ولكن الطله ديالي عليكم راها قداش وقديداش بالنسبه لكم. وانا عاوتاني مره كنتوحش التعاليق الزوينه اللي كتحطوا لي، وكنفرح بها، وكنقول الناس مازال الحمد لله مازال الدنيا فيها الخير، ومازالين اصدقاء اللي كيكونوا مازالين معاك دائما، سواء كنتي بعيده ولا غيبتي ولا حضرتي، دائما معاك ودائما مساندينك، ودائما كيجيو تعاليق جميله من عندهم. كيتكلفوا راسكم حقيقه، كتكلفوا راسكم وكتكتبوا لي وتنفرح. هاد البصيله هادي انا حكيتها في الحكاكه، ها نتوما دغيا هاد الطويجن غادي يوجد. غادي ندير الثومه اللي دائما كنطحنها، وحاطه لكم الفيديو في القناه، ماشي بعيد غتلقاوها، هي هبطوا بقاوها تحت فيديو تحت فيديو راكم غادي تلقاوها دائما الطريقه اللي كندير له. هنا عندي مطيشه وحده محكوكه باش ما يطبقليش الطاجين، بقاو تخويو شويه بشويه هكا باش ما تجيش مطيشه بارده على الطاجين، وحركو حتى كدفى. حركو في بلاصه باش كتخلط ديك الحراره مع داك مطيشه، باش كيقولنا ما يطبق ليناش الطاجين حيت البروده. و غادي نغطي عليه واحد شويه على ما تنزل ليا البطاطا مع البطاطا مصلا مع مطيشه. ندير شويه الابزار، شويه الكمون، شويه سكينجبير، شويه الفلفل الاحمر، ونحركو ونخليوه يطلق السميعه عاوتاني ديك الزويته، ونزيدو زويته لا خاصنا.
ان البصيله ومطيشه غطلا، قلتوما اللي حسيتو به نشف لكم زيدوا عليه الماء شي شويه سخون، ما ديروش بارد. انا مره لا زدت الماء، راني غادي نقول لكم زدت الماء والملحه ما تنساوهاش شويه. هانتوما هنا راني غليت واحد شي شويه الماء، غادي نزيدو، راه طايب باش نتفادى التطبيق، ونحرك باش يدير لي المريقه شويه. بالنسبه بغيتو ديرو قزبر اولا بعدنوس، ماشي لابد تركزوا على، انا درت واحد شي شويه ديال القزبر باش تجي بحال لي مشرمل، طويج مشرمل، وغادي نغطي ونخليه يطلق الدمية. هانتوما بالنسبة لهذوك الكويرات هاهما درتهم كويرات، غير حطوهم هكذا ما تخافوش، حيت هما راهم فيهم ديك البيض اللي قلنا معاه، بحال اللي كتقولوا كطيبوا طويجن ديال البطاطا بالدجاج. حتى هذه كفكره بالنسبه اللي بغى يديرها الطريقه هذه ويديرها كويرات، بحال اللي كنت درت لكم ديال السردين، حتى ما جربوه شي اخوات قالوا لي الله يعطيك الصحه يا اختي ناديه. واشنو انا كنجلس نبدع غير هكاك، الواحد هو اللي يجلس يبدع شي حاجه. غادي نخلي هذه بلاتي، ما غنزيدش هذه الكميه هذه حتى يقبطوا راسهم هادو، باش عاد نكحزهم باش ما يتلصقوليش، لان هذيك العجينه شي شويه معلكه، خصنا يقصحوا ونكحزهم ونزيد الكميه الثانيه. هانتوما بياض، طويجر بعقله. دابا غادي نخويو عليه الصلصه، ولا بغيتو تزيدو المريقه زيدوها، انا نقولها لكم. غادي نخويو عليهم من الفوق الصلصه، كنت خصني ندير شي طويجن كبر منه، هو ما عندنا لاش نديرو غير في هذا. دابا يتجمع صافي، نحاولوا اننا نغطيوه بالصلصة باش يشرب فيه المذاق. هانتوما البنات، فين فكركم هذا قبل ما نقولها، يلا كتبوها لي في التعاليق شكون هي اللي حسات بديك الاحساس قبل ما المهم انا نقولها لكم، ولكن حيت غادي نقولها غادي تقولوا عندك الحق، داكشي اللي بان ليا فكرني هذا الطويجن هذا غير بحال شي طاجين دالمخ مطيشه. اللي بغات الطريقه ديال الطاجين بالمخ مطيشه غادي نحطوا لها هو تحت الفيديو. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كتولي، ها كتكلكي تقلبيها حتى تاخذ اللون على كلشي، مع درت ديك السويدينيه هانتوما غزال وما كيتبيص ما والو. جربوا مع راساتكم هاد الطواجن وردوا به المجاج ومن فوق منه واحد البراد ديال اتاي ملي تساليو، وردوا عليا معلاك. هانتوما ما شهيتكم، دائما ملي تكونوا كطيبوا شي طواجن حاولوا انكم تجيبوا شي زويف وديروا هكذا. تقنيات ها
ونجمعوا لاصوص في الوسط حتى تهبط. وها الطويجين ديالنا واجد مسمق صافي مهلك شتي قاصحه. شتي البنات قاصحه ماشي قاصحه قاصحه تسمعوا قاصحه راه عرفتي هي مع راساتها شويه ها هي التغميسه. ايوا هذا هو الشكل ديالنا النهائي صافي. كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. هانتوما نقرب لكم هانتوما الطويجين لحقوا طريقه خفيف ظريف. يلا تبنى لكم فرجة ممتعة وخليونا تعليق بارطاجيو خبعوا هذا كي كيقولوا رمضان ديروا كروكيت في الوسط والطاجين في الجنب للراجل حيت الراجل باغي ياكلكمش الكروكيت. يلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهنا قربت لكم